بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. الحقيقة يمكن من امبارح ومن أول ما بدأنا نتكلم عن العشر الأوائل من ذو الحجة وقد إيه إحنا لابد أننا نجتهد فيهم عشان ننول رضا ربنا سبحانه وتعالى، فكنا بنفكر والواحد ممكن يعمل إيه غير أنه يصلي ويصوم ويقرأ القرآن الكريم ويسبح ويقيم الليل. في حاجات كتير قوي في حياتنا إحنا ممكن نكون مش واخدين بالنا منها، يعني العيد داخل وفي أطفال كتير جدا محتاجين لبس ومحتاجين يظهروا بشكل كويس ومحتاجين عينيهم ما تبص لغيرهم، واحنا دوالبنا اكيد فيها هدوم كتير جدا ممكن تكون بتتنسي من السنه للسنه، وممكن نكون بنلبسها مره واحده في السنه، وممكن يكون هدوم بقالها كتير جدا مركونه في الدولاب ما لبسناهاش يمكن خالص او لبسناها مره واحده وجديده لسه بشوكها زي ما بيقولوا، ومركونه هي واخده بس مكان في الدولاب وخلاص، ونيجي نفتح الدولاب نبص ليها نقول يا ده احنا بقالنا كتير قوي ما لبسناش الحاجات دي، طب نطلعها، طب لا خليها موجوده في الدولاب ده ممكن نحتاجها ونركب عليها حاجه تانية فنلبسها رغم اننا عندنا لبس كتير جدا نقدر برضو نلبسه. تعالوا من النهارده وانا معاكم ان شاء الله انا وولادي وبيتي كله نبدا نفتح دوالبنا ونشوف ايه اللي فعلا احنا مش محتاجينه، اللي احنا فعلا محطوط في الدولاب لمجرد انه محطوط وخلاص، الهدوم الجديدة، مش بقولش ان احنا ناخد الهدوم اللي احنا لبسناها وهرناها لبس واحنا شايفين انها ما ينفعش ان احنا نلبسها فناخدها ونقول غيرنا يلبسها، لا، لبس اللي فعلا شكله كويس وينفع اننا نلبسه ممكن احنا نكون فعلا نقدر نلبسه وننزل بيه الشارع، لكن ممكن يكون بعد ما جبناه حسينا ان لونه مش مناسب، تخن عليه شوية، خسينا عليه شوية، سننا كبر شوية فما بقاش ينفع اننا نلبسه، مش عشان هو خلاص احنا لبسناه وزهقنا منه ومش عايزينه وما ينفعش يتلبس. وناخد الحاجات دي ونغسلها او ننظفها ونبدأ احنا بايدينا، مش نوديها لحد يعملها لنا، نطلعها ونطبقها تطبيقة كويسة قوي تليق بان انت بتدي الحاجات دي عشان خاطر لها لله. فتخيل كده ان انت بتدي حاجة من ايدك لايد ربنا سبحانه وتعالى، وبايدينا احنا نطبقها بشكل كويس ونكيسها بشكل كويس كأنك لسه شاريها بالظبط. شوف مين محتاج، مين انت حابب تشوف الفرحة في عينيه وهو لابس لبس جديد عليه، وهو مش باصص لغيره، وهو مش جوه قلبه احساس انه في غيره لابس جديد وهو مش قادر لا اهله يجيبوله ولا اهله جواهم احساس ان هما مش قادرين يجيبوا لابنهم. اكيد هتاخد ثواب كبير جدا، واكيد هيبقى جوه قلبك فرحة كبيرة جدا انك فرحت غيرك ونولت ثواب ربنا سبحانه وتعالى في العشر الاوائل من ذو الحجة. ان شاء الله هنجتهد ان كل يوم اقول لحضراتكم على فكرة جديدة اعملها انا كمان معاكم، واحنا مع بعض ان شاء الله ننول رضا ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي بنجتهد فيه وده اللي احنا عايزينه، مش عايزين من الدنيا اكتر من كده. النهاردة بقى إن شاء الله هنتكلم عن مشهد جميل جدا، يمكن لو بصنا له كده ووقفنا وشفنا المشهد من بعيد هنتخيل إنه شبه بالظبط يوم القيامة، إحنا كلنا واقفين بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، مفيش فرق بين غني وبين فقير، مفيش فرق بين اللي معاه واللي ما معهوش، مفيش فرق بين جاه ومال ولا فقير ولا غير فقير، ولا اللي بياكل ولا اللي ما بياكلش، ولا اللي بيتعشى قبل ما ينام ولا اللي بينام من غير عشاء. مشهد جميل جدا وكلنا رايحين لربنا سبحانه وتعالى بنقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يا رب يكتبها لكل مشتاق ويكتبها لنا كلنا. خلونا نبدا حلقتنا ان شاء الله، يكون معنا فضيله الشيخ رمضان عبد المعز، واكيد برحب بصلاه حضراتكم واسئلتكم، ولكن بعد الفاصل. اشفع لي يوم دينا سيدنا رسول الله.
برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره تانية. معنا النهارده فضيله الشيخ رمضان عبد المعز، اكيد بنرحب باتصالات حضراتكم واساتذتكم. شيخ رمضان السلام عليكم، وكل وعليكم سنه وحضرتك بألف خير. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد الموفق في جميع حالاته الذي يؤمن بالله وكلماته. صل يا ربنا على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا وللناس جميعا عونا وفرجا وفرحا وشفاء وسرورا. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أمين. تحية حب واحترام وتقدير لمشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج الدين والحياة والإعلامية المتميزة والأخت العزيزة مدام لمياء. كل عام وحضراتكم جميعا بخير وصحة وسعادة. ما أجمل هذه الأيام وما أعظمها، وإن لربكم في أيام دهركم لنفحات. صحيح. مواسم ألا فتعرضوا لها. زي ما نروح مول كبير قوي يقول لك المسيحية عليها عرض، نشيلها حتى لو احنا مش عايزينها، ده نزل عليها تخفيض 80%، واحنا بنقول انها هدايا ربنا سبحانه وتعالى، منح ربنا بيديها للعبد من وقت للتاني. دي عروض. فالنبي بيقول يعني لعل احدكم تصيبه نفحة لا يشقى بعدها ابدا. خليني اخد الكلام من حيث حضرتك انتهيت في المقدمة، كعادتك كانت مقدمة يعني جميلة وسهلة وبسيطة، ربنا يكرمك. فكرة طيبة قوي انه احنا ازاي نكون عون البعض، ازاي نتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. لما نطير بشريط الذكريات على عهد رسول الله، تخيلوا كده، احلموا معايا، احلموا ان احنا جينا هنصلي المغرب النهارده في مسجد رسول الله، وهنسلم على سيدنا النبي بعد المغرب، وهنشوف المسجد على عهد رسول الله. كان المسجد على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، الصحابة جايبين حبل وما بين عمودين من أعمدة المسجد رابطين حبل كده، اللي عنده حاجة زيادة يروح يحطها على الحبل، اللي عنده وجبة زيادة يحط يصرها يحطها على الحبل، اللي عنده ثوب زيادة قميص يحطه على الحبل، واللي محتاجه ياخده. حاجة جميلة جدا، زي القلل، أنا راجل فلاح، القلل اللي محطوطة في الجامع كده ومليانة، واللي عايز يشرب يروح يشرب. هي كده التكافل الجميل ده، شيء جميل يا حضرات، ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. طبعا. شيء جميل إن أنا نقي حاجة حلوة كده وأهادي بيها الناس. سيدنا عمر بن عبد العزيز، هذا الخليفة الأموي العادل الجميل رضي الله عنه ورحمه الله، بلغه سمع وصل خبر أن ولده اتخذ فصا لخاتمه بألف درهم. أصل هو يعني من علية القوم من بني أمية، وأبوه عمر بن عبد العزيز وهو معاه فلوس. يقول لك قال له هو حرام لما نزه نفسي يا مولانا، فراح اشترى فصا لخاتمه بألف درهم. فأم سيدنا عمر بن عبد العزيز كتب رسالة لولده بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال يا ولدي بلغني أنا سمعت أنك اتخذت فصا لخاتمك بألف درهم، بعه وأطعم به ألف جائع، واتخذ لخاتمك فصا من حديد، واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. طبعا. شيء جميل قوي أن احنا نتعاون. حضرتك قلتي في المقدمة يا جماعة اللي عنده حاجة، بس حاجة حلوة، حاجة تبقى جيدة. طبعا. مش حاجة ويجعلون لله ما يكرهون. طبعا. مش القميص ده اتقطع، مش القميص اتنتش كده، مش هلبسه، القميص اتنتش كده ولا اتقطع، يقول لك يلا يلا نتصدق بيه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طبعا. سبحان الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مين عنده دولارات محوشها يطلعها يتصدق بها دلوقتي؟ لا لا، ده بيقول الدولار هيبقى مش عارف 13 جنيه ولا ايه. مين يطلع يتصدق؟ ربنا حرم الكنز يا مدام لمياء. ربنا حرم الكنز. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وهي في لحظة نفس داخل ونفس خارج. ايه يا فندم؟ نفس داخل ونفس صح. يعني في ناس
تشتري حاجات كتير قوي 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 قوي، كأنها مثلا التكاثر. هتعيش مليون سنة يعني هي مكملة التكاثر. وعايشة. ألهاكم التكاثر، عايز وعايز وعايز، لدرجة إن الكثيرين في ناس عندها مرض الشوبينج، ينزل يشتري يشتري وتتفاجئ إن عندها من الحاجة اتنين وتلاتة. تفاجئ وهي بتقلب كده في شريط الذكريات الدولاب بتاعها، تلاقي ان في حاجات ما وتقول هو ايه ده وانا جبت ده امتى. فيا حضرات الله يكرمكم، دي فكره طيبه، وانا يعني اثمن على هذا الراي، وانا معاكم، ويلا نعملها النهارده ان شاء الله كله خدوا بالكم، وليضع كل واحد منا نصب عينيه. ده الفرق ما بين الشيخ واللي بتحاول تبقى شيخه. لا يعني ده الفرق ما بين الاثنين. نحاول يكون نصب اعيننا. والله ما بعمل كده، انا عايز اخد الثواب بس. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انا سمعت المقدمه بتاع مدام لمياء، قلت لها طب ما تشتغل شيخه بقى. لا انا بتكلم، انا بتكلم بلغه الناس، انا زيي زيهم. انا بقى بذكر نفسي وحضرتك ومشاهدينا الاعزاء الكرام بقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللي بتحبه. لما نزلت هذه الآية سيدنا أبو طلحة الصحابي الجليل الجميل راح للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي، أحسن حاجة عندي، أرض بيرحاء. كانت أرض دي حضرات بتطل على المسجد النبوي. خد بال حضرتك، أغلى متر أرض في العالم كله المحيط بالحرمين الشريفين، بنقول عليها المنطقة المركزية، اغلى متر ارض في العالم. ابو طلحه ده بقى كانت ارض بيروحاء بتاعته كده بتطل على المسجد النبوي، فيها النخل ايه وفيها الميه العذبه ايه، بستان جميل قوي. قال له: ده احب مالي عندي يا رسول الله، فانا جعلتها صدقه، فخذها فضعها حيث اراك الله. يعني حطها حضرتك في المكان المناسب يا رسول الله، مش هلاقي امن منك انك توزعها. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: بخ بخ، مال رابح، هنيئا لك يا ابو طلحه، يا ده انت بتتاجر تجاره حلوه قوي مع ربنا، لكن اجعلها في الاقربين، وزعها انت، شوف مين من قرايبك، مين من قرايبك، ابدا بقرايبك الاول، فاضعها في الاقربين. فراح سيدنا ابو طلحه عمل هذا الامر، فدي سنه حسنه يا ريت كلنا نعملها ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. المشهد العظيم اللي يعني بنقعد ربنا يكتبها لنا يا رب، ونبقى السنه الجايه معاهم مش بنشوفه على شاشات التلفزيون. المشهد العظيم ووقوف البشر بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، هم سايبين الدنيا تماما ورايحين لسكه ربنا، مسلمين لله، وبيدعوا ربنا سبحانه وتعالى انه يغفر لهم ما مضى ويحسن اللي جاي في حياتهم اذا كان لسه ليهم عمر، ويحسن ختامهم اذا كانت دي اخرتهم. اول يعني ما بينوي، يعني هو اول ما يجي يدخل في النسك، يعني الحج ده امتى نقدر نقول عليه ده بدأها يأدي المناسك؟ اول حاجه يعملها يا مدام لمي، اول حاجه اسمه الاحرام. الاحرام ان يتجرد من زينه الدنيا خلاص، بيغتسل وبيتوضى وبلبس البشكرين اللي عاملين زي الكفن، يتجرد من زينه هو الدنيا. هو ده المقصود باللبس بتاع الاحرام مش كده؟ التجرد بالظبط. وبعدين انه تشبيه للاخره. اي نعم، اقول له لبيك اللهم لبيك، بلبي النداء، حاضر يا رب حاضر، هسيب ولادي وهسيب أهلي وهسيب وطني وهسيب أمي وهسيب حبيبي وهسيب شغلي وهسيب الدنيا كلها، لبيك اللهم لبيك، وأعلن الوحدانية لله سبحانه وتعالى، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، كل حاجة بتاعتك يا رب. أول حاجة بيبدأ الحاج أن يترك الدنيا كلها وراء ظهره، انه بيتجرد من زينة الدنيا ويقبل على الله تائبا، دي اول حاجه بيعملها. طيب ناخد التليفون ونكمل ان شاء الله. ام غفران. ايوه يا فندم. اهلا بيكي، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه، عايزه استفسر بس من الشيخ رمضان على سؤال. اتفضلي. ايه لو سمحت يا شيخ رمضان. اتفضلي. ايه، انا كنت في الحج من 3 سنين انا وجوزي. ايوه. وبعدين في رجمه العقبه الكبرى احنا يعني اتوسوسنا، قلنا عشان خاطر يعني كان بنجمع احنا 8 حصوات بيبقوا في ايدينا، بحيث ان لو واحده وقعت نروح رامين واحده غيرها. ايوه. ف لما خلصنا السبعه مش عارفه يعني الشيطان وسوس لنا برضه، قلنا رمينا الثامنه، بحيث ان قلنا لو واحده ما وقعتش اتلخبطوا في العدد. لا ما اتلخبطتش في العدد، بس احنا ايه بعد ما رمينا السبعه
يعني اتوسوسنا قلنا فلربما ما تكونش واحده وصلت فرمينا الثامنه. فمش عارفه بقى ده غلط ولا صح ولا ايه. يا ام غفران والله ده فقل حسن، فقل حلو، واحنا بنتكلم عن الحج انه يجي لنا الغفران كده ان شاء الله. انت بنوتك اسمها غفران مش كده؟ لا ده ولد. ولد ما شاء الله، هو يمشي ولد وبنت. يمشي ولد وبنت. من الاسماء اللي بتمشي. ربنا يبارك لك فيه يا رب. ربنا يبارك لك فيه وينبت نباتا حسنا. هنقول لك زي ما تعلمنا: قبل الله حجك وغفر ذنبك واعظم اجرك واخلف عليك نفقتك. فيش اي حاجه خالص، حجك مقبول ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يتقبل، ما فيش اي مشكله. امين يا رب. استاذ هيثم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت انا كنت محتاج اسال الشيخ رمضان عن حاجه. اتفضل يا سيدي. اتفضل. تطهير التربه لما عدد الجثامين اللي تحت في التربه يتملي. تمام. فبعد فتره معينه الجسم بيبقى عباره عن عظم. التطهير الشرعي والسليم ايه؟ لان في ناس بتقول ان احنا نحفر ونحط العظم ده تحت وبعد كده نردم رمله تاني وبعد كده يستقبل الجديد. في ناس قالت ان في الممر اللي بره نقدر نعمل زي حوض كده نحط فيه عضامة. العظم كله. تمام. وهل الطريقه الشرعيه ان انا الم جثمان جثمان فيها يعني العظم بتاع الجسم كله بتاع كل واحد، ولا لو انا حطيت العظم على بعضه هل ده يخالف شيء من الشرع؟ حاضر، شكرا ليك يا سيدي. طبعا يا استاذ هيثم سؤاله مهم الحقيقه. الاول يعني نسال الله تبارك وتعالى ان يمن علينا جميعا بحسن الخاتمه. امين يا رب. امين يعني لكل شيء اذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. أي شيء يتم ينقص. سبحان الله. الأمر يكتمل يبقى بدر وبعدين يرجع تاني. وكده عمر الإنسان إذا تم خلاص الإنسان يموت سبحان الله. يعني خيركم من طال عمره وحسن عمله. ربنا يجعلنا منهم يا رب ويرزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تقبضنا إليك إلا وأنت كامل الرضا عنا يا كريم. أمين. اللهم يا رب. أمين يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا مبادئ بنمشي عليها، منها الواجب ومنها المندوب. الإنسان لما بيموت بنغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه. صحيح. بندفنه إما في لحد وإما في شق. اللحد ده إن أنا بنزل بحفر حفرة طويلة، شق في الأرض، حفرة، ومن داخل الحفرة بقوم حفر حفرة تانية لجوه كأني بعمل رف، ده اسمه اللحد. زي ما بيحصل في البقيع، الدفن في البقيع بيتم كده، بينزلوا يحفروا يحفر يحفر، عارفين عشان أشبه لأولادنا زي البانيو كده. على قد جسم الإنسان بالضبط، بس بينزل يعني تحت قوي. بيعمق الحفرة تحت خالص. تمام كده. وبعدين لما بينزل تحت خالص يقوم جاي من داخل الحفرة حافر حفرة تانية لجوه في الجنب كده، فكأنه رف. فبنحط المتوفى، ادي اول واحد، وندفنه، ونيجي عند النص كده نقوم عاملين يعني القبر بيبقى كأنه رفين تحت بعض. يا رب يكون ولادنا متخيلين المشهد. يعني انا اللي عايزة اتخيله يعني احنا بنحفر حفرة، هنعتبر ان دي الحفرة انا عملتها مستطيلة كده. تمام نزلت لحد ما حفرتها. تمام. اتفقنا. اجي من داخل وانا بعد ما حفرت اقوم حفر اللي جوه تاني كده حفره تاني كده، فاقوم حاطط الميت كده. يعني كده ياخد اتنين تقصد حضرتك؟ مش حفرت انا خلاص حطيت الميت هنا. اقوم رادم الحفره دي لحد نصها مثلا. تمام. واقوم حفر حفره تانية لجوه عشان احط ميت تاني. تمام. يبقى القبر شايل اتنين تحت بعض. واحد فوق واحد تحت. تمام. البقيع بيمشي بخريطه. بيمشي خريطة. يجي عارف مين هنا والدفن بعد قد ايه، فبعد فترة معينة يجي يفتح القبر. بعد فترة معينة يجي يفتح القبر. قد ايه بقى؟ أحيانا 6 شهور، أحيانا أكثر من ذلك، أقل من ذلك، على حسب، هو مع خريطة. بيجي يفتح. لقى الـ 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 المتوفى الجثمان متحلل، ما فيش بني آدم، يقوم حاطط واحد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في كرامات. ممكن نفتح قبر نلاقي واحد زي ما هو. عندنا هنا حتى في مصر يعني وكثير من المشاهدين بنسمع الكلام ده،
واحد مدفون من 10 سنين 15 سنة ولا ايه الحكمة في في الموقف ده؟ لا هو هي دي خاصة بالأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ما في نبي من أنبياء الله اتحلل في قبره. النبي محمد عليه الصلاة والسلام زي ما هو صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم أي نبي من كل الأنبياء إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. في بقى ناس يلحقوا بالأنبياء الأولياء. في ناس لها كرامات، دي منحة من ربنا سبحانه وتعالى، يختص برحمته من يشاء. احنا حكينا اللحد، ده اسمه اللحد اللي انا حكيته دلوقتي. في بقى دي احسن طريقه للدفن، بس دي متوقفه على طبيعه التربه. يعني في تربه ينفع فيها لحد، وفي تربه ما ينفعش فيها لحد. لو جيت احفر حفره داخليه يحصل انهيار للتربه. ايوه طبيعه التربه لا تتحمل ان انا احفر جواها حفره. خلاص يبقى الشق الامر البديل الثاني، الشق ده حفره عاديه جدا وهم حاطط فيها المتوفى. اتفقنا كده؟ في مصر عندنا بيعملوا دلوقتي كانها زي بتبقى غرف. ايوه بينزل كده بسلم تحت، وبعدين بيعمل مكان للرجال ومكان للنساء، لا حرج لا باس. وبنحفر في الارض كده شوي ونحط المتوفى. المتوفى يا حضرات بيدفن عمودي على القبلة. عمودي على القبلة، يعني لو القبلة بتاعتي وانا وجهي للسادة المشاهدين يبقى على شق الايمن كده في اتجاه القبلة. تمام. عمودي على القبلة. ف يبقى احنا كده عرفنا اللحد والشق، جينا حفرنا لقينا المتوفى زي ما هو، ما نجيش ناحيته، نسيبه زي ما هو كده. طيب تحلل نحط واحد تاني. طب جينا فتحنا قبر ولقينا واحد تاني، مش هو بيبقى الكفن موجود وفي الكفن بيبلى. سبحان الله. ونخش احيانا نخش مقبرة يعني كان مدفون فيها خمسة قبل كده أو ستة، وكأن شيئا لم يكن، تراب، مفيش أي أثار لأي حاجة، إلا ممكن نلاقي قطع قماش ولا كذا. أنا عايز أقول على حاجة عشان ولادنا ما يتخضوش، بس الإنسان جوهره الروح. الروح بتطلع عند ربنا، تعلق في شجر الجنة أو في حواصل طيور خضر في الجنة تسبح حيث شاءت، بتنعم. انما الجسد ده من تراب، عامل زي ولا الصندوق. لي اي ايمان زي الصندوق. طب انا عشان الموضوع ده مهم واحنا لسه برضو ما نعتبرش جاوبنا، انا بس حبيت اخد المساله واحده لا ده انا اللي عايزه اسمع كمان، انا يعني عايزه اسمع اكتر، بس خلينا ناخد ام محمد عشان بقالها كتير ونرجع نكمل كلامنا. ام محمد سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، كل سنه وانت طيبه وحضرتك بالف خير يا رب. انت طيبين. عايزه اسال الشيخ رمضان على صيام صلاه قيام الليل، لان انا ست كبيره وعندي 72 سنه، فانا بصليها بعد العشاء بخاف لا تروح مني بالليل وانا نايمه. فانت يا شيخ رمضان يا منور الشاشه، كل سنه وانت طيب وتقعد عليك بخير. فايه رايك حضرتك اعمل ايه؟ حاضر يا حاجه، الله يديك الصحه والعافيه. تابعينا يا ام محمد، بس أنا نكمل الجزئية بتاعتنا. بس أنا عايز أقول لمحمد أهم حاجة في قيام الليل، أهم حاجة إنك تدعي للشيخ. إنك تدعي، والله عارفة إنك هتقول كده. ربنا يتقبل منها يا رب. بس عشان للأسف الشديد كثير من أو من أهالينا بيجهلوا إزاي يغسلوا الميت، وإزاي يتعاملوا مع الإنسان لما يموت، وإزاي يصلوا صلاة الجنازة. يعني هنعمل ده، هنعمل ده حلقات، ما تحرقها لناش بقى. حاضر. هنعمل حلقات. فاحنا ده لقينا القبر المتوفى زي ما هو سليم، خلاص هو على جنب سليم، ندفن واحد جنبه. اللي انا تحلل وبقي اليسير او القليل، بقي عظمه او شيء او خلاف ذلك، بركنه على جنب او ادفنه. بعض الناس بيعملوا دلوقتي هو بيتكلم على التطهير، ما هو ده ما يعرف بيه العظامه. هو عشان ما احنا قلنا عندنا في مصر بيعملوا ممكن ننزل للقبر، ايوه، فنلاقي مكان للسيدات ومكان للرجال. تمام. بيسموها عين. أيوة. عين للرجال وعين للنساء. احيانا تبقى حته الارض حلوه يعني اللي واخدينها، فما بين العين دي والعين ديت في حته كده، فيقول لك ايه، احنا العظم المتبقي ندفنه في هذا المكان. المهم ان العظم ما يخرجش بره القبر الا لضروره. الا لضروره. دفناه ركناه على جنب بمنتهى الهدوء. حتى احنا كنا ندرس واحنا طلبه في الازهر انه المتوفى له حرمته.
طبعا حتى واحنا بنغسله. وكسر عظم الميت ككسره حيا، بتعامل معاه بمنتهى الهدوء بمنتهى الرفق. بس كنا بنتكلم امبارح في الموضوع ده انه بيحس بالظبط وبيبقى سامع حتى في وفي النهايه حضرات ده صندوق زي صندوق المجوهرات. المشكله مش في الصندوق، المشكله في المجوهرات. المجوهرات الجوهر نفسه الروح. الروح ديت بتصعد الى الله تبارك وتعالى، تفتح لها ابواب السماء. وعشان ما احرقش الموضوع نبقى نعمله، انا نعمله ان شاء الله باذن الله. طيب هنجاوب، نبقى نتكلم بالتفصيل عن رحله الدار الاخره ان شاء الله ازاي وبتنتهي لحد فين. ان شاء الله ان شاء الله هنجاوب محمد. بس ناخد التليفون معانا. مين؟ حاجه وفاء. حاجه وفاء سلام عليكم. اتفضلي. اهلا بيكي. اهلا بيكم، ازيك؟ الحمد لله بخير. ممكن اتكلم من شهر رمضان؟ اتفضلي مع حضرتك. طبعا يا حاجة وفاء سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اتفضلي. ازيك يا شيخ رمضان؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا ومرحبا. حضرتك طيبة وبصحة وسعادة وكل المشاهدين. الله يخليك. معلش انا هاخد من وقتك ثواني بس. اتفضلي. دلوقتي انا رحت حجيت السنة اللي قبل اللي فاتت. تفضل. وبعدين انا اديت المناسك ان شاء الله كلها كويسة. ايوه. بس هو سؤال يعني حاجه واحده. يوم يوم ما رحنا في السنين احنا كنا ساكنين في العزيزيه. ايوه. لما الجمره الاولى رميناها كبرى ورميناها ورمتوها وايه؟ روحنا روحنا السكن. طيب. وبعدين قمت جايه بالليل بعد الساعه 12 رحنا منى. طيب. قعدنا لحد الفجر، صلينا الفجر وروحنا. ايوه. بعد كده ما رحناش، بس وكلت يرموني جمرات، ما بتش ليلتين في منى. طيب. هي اول ليله بس اللي بت فيها، وكنا بعد 12 كمان وصلنا بعد 12. ماشي. فانا عليا اسم اعمل حاجه ادبح حاجه. حاضر اجاوب. حاضر. تابعينا من وفاء. طب انا هستاذن حضرتك نروح فاصل ونجاوب ان شاء الله بعد الفاصل ان شاء الله. مشاهدينا فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ رمضان عبد المعز، أكيد بنرحب بالصلاة حضراتكم وأسئلتكم. شيخ رمضان خلينا نجاوب أم محمد الأول على فكرة قيام الليل، وإن هي بتصلي بعد العيشة على طول عشان بتبقى قلقانة إنها تنام مثلا فتروح عليها نوم. ربنا يتقبل. ربنا يتقبل. هو قيام الليل هي الصلاة التي تنشأ بالليل، وممكن واحد يصلي في أول الليل أو في آخر الليل. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمنا عائشة بتحكي عن رسول الله، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة عليه الصلاة والسلام. يعني كان غالب قيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي حضرات 8 ركعات، وكان يصلي مثنى مثنى اللي هي القيام اللي بعد العشاء. صلى ركعتين، بعدين ركعتين، بعد كده 4 ركعات يستريح قليلا، بعدين يصلي ركعتين وكمان ركعتين، يبقى كده 8 ركعات. ويوتر يصلي الوتر ب3 ركعات. يعني هو حتى علمنا النبي عليه السلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، ان الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا اهل القران. ف
فكان يصلي الوتر 3 ركعات، ممكن يصليهم متصلة 3 ركعات ورا بعض بتشهد واحد، ممكن أصليهم زي المغرب بالضبط يعني ركعتين وتشهد في النص وبعدين أقوم أجيب ركعة، وممكن أصليهم 3 ركعات منفصلة يعني أصلي ركعتين وأسلم وأقوم أجيب الركعة الثالثة. اللي يصلي بعد العشاء مباشرة نقول له تقبل الله، اللي مش يقدر يصلي ده كله يقول لك لا بص أنا هصلي ركعتين وأصلي ركعة وتر ربنا يتقبل إن شاء الله، أنا أصلي 4 ركعات و3 ركعات وتر ربنا يتقبل إن شاء الله. المهم لا تحرموا أنفسكم من قيام الليل. اللي صلى القيام ووتر بعد العشاء مباشرة نقول له تقبل الله قيامك صحيح وزي الفل. لو صحي قبل الفجر، قبل الفجر بنص ساعة ودخل اتوضى عشان يصلي الفجر وهو لسه الفجر ما أذنش، هل انه يصلي؟ اه يصلي، بس ما يصليش وتر تاني، لا وترين في ليلة، يصلي الوتر مرة واحدة بس، فاللي صلى الوتر في أول الليل ما يصليهوش في آخر الليل. طيب بالنسبة لنا مدام بصوا يا جماعة احنا المتمتع اللي بيحج تمتع، اغلب الناس بيحجوا تمتع انه بيجي يوم العيد بيبقى عنده 4 حاجات بيعملهم: رمي جمرة العقبة الكبرى وذبح الهدي والطواف، وبعد الطواف سعي اذا كان متمتع، وبعد كده الحلق او التقصير. فبنرمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد رمناها خلاص، بعد كده واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه، اللي هو 11 ذي الحجه و12 ذي الحجه. بنبات في منى وبنرمي الجمرات الثلاثه اللي هو 11 ذي الحجه و12 ذي الحجه، اللي احنا بنقول عليه في اعرفنا ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد. 11 ذي الحجه و12 ذي الحجه، بنبات ليله 11 وبنبات ليله 12، ويوم 11 بنرمي الكبرى الصغرى والوسطى والكبرى الثلاث جمرات، ويوم 12 بنرميهم برضو وبنبات في منى. اختنا الكريمه في العزازيه جنب منى، فجوهم في بالليل وقعدت في منى لحد الفجر وبعدين مشت، تحقق المبيت مفيش مشكله، يعني مش شرط تاخد الليل كله قاعد في منى، اللي يقضي معظم الليل في منى نقول له تحقق المبيت بمنى. ادي اول ليله باتتها في منى ورمت، كان ليها انها تبات الليله الثانيه وهترمي. في مساله الرمي اللي هو اليوم الثاني بقى وكلت حد يرمي لها، لا باس، الضعفاء واللي حامل وخايفه على نفسها وكبار السن واللي عنده مرض ويخاف ان هو يروح حد يزق ولا يجرى له حاجه خشيه على نفسه، اللي ده هيبقى في خطر على حياته، فقال له الله يكرمك يا شيخ خد ارمي لي معاك، ما فيهاش مشكله، التوكيل في الرمي. يبقى بقى المبيت في منى، هي ما بابتش، ما مش باتت في منى، اذا كان عدم المبيت لعذر فلا شيء. يعني ربنا سبحانه وتعالى مسهلها كمان على عيلته حتى في الحج، النبي رفع لنا يافطة كده: ما سئل عن شيء قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج. يعني مبدا التيسير، انا بقى طالب الحجاج كلهم، يا رب اللي شايفني اللي طالع يحج وشايفني دلوقتي يركز معايا. رقم واحد، إذا عرضت لك مسألة ما تسأل إلا شيخ، اسأل حد فاهم. الحاجة التانية، بوصي الحجيج ما تفتوش لبعض الله يستركم، ما اللي راح قبل كده ويقول ما كانش المفروض تعمل كده، والناس بقى يعني بتبقى أزمة حقيقية. طبعا سبحان الله، والله يا حضرات والله هذا الشرع الحنيف بني على قاعدة رفع الحرج عن الناس. امبارح لقيت على الفيسبوك يعني منزلين صوره كده للصفا والمروه والسعي، حاطين زي ما اعرفش باصات ولا ايه واخده الناس، فبصيت استغربت قلت هو ده ينفع؟ فقالوا لي لا ده اكيد للناس اللي هم عندهم اعاقه، كبار السن، حاجات كده. الحمد لله طاف النبي عليه الصلاه وازكى السلام راكبا. كان في واحد اسمه ركانه، ركانة ده ما كان يصارع أحد إلا يصرعه، يعني نقول بطل العالم في كمال الأجسام مثلا. ركانة ده النبي صرعه عليه الصلاة والسلام، يعني إيه جابوا الأرض. ركانة ده النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كانش حد يقدر يغلبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده قوة شديدة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك طاف راكبا. ليه؟ عشان يقول للناس اهو قدوتكم، فاللي ما يقدرش يطوف ماشي يطوف راكب، اللي ما يقدرش يسعى بين الصفا والمروه ماشيا فليسعى راكبا وياخد اجره كامل وربنا يتقبل. اللي ما يقدرش يعني لو حد ربنا يعني مديه صحه وكويس او شاب، شوف أو يا مدام لميا،
انت ممكن تلاقي واحد عنده 60 سنة ويسعى بين الصفا والمروة ولا يتضرر، وحد ممكن تاني الاقي واحد عنده 45 سنة بس مريض عنده مشكلة في ركبته ما انا عمل اقصد كده، عملية. مش قادر بمعنى انه عنده مرض مخليه مش قادر، ولا مش قادر بمعنى ان هو يعني مستثقل الحكاية وال اجي اقول له انت مشي شوط ساعة شوط ومش قادر، تعبان مش قادر ومش هيعرف يركز حتى في الدعاء. سبحان الله، كل انسان امير نفسه، حتى اللي بيصوم. مش احنا النهارده في ذي الحجه وفي ومشاهدينا صايمين دلوقتي؟ أيوة. معظم الناس صايمه. الصائم المتطوع امير نفسه. انت سلطان نفسك، ان شاء صام وان شاء افطر. النبي يقول الصائم المتطوع امير نفسه. فكل واحد هو ترمومتر معاه، مش الشيخ هو اللي يقوله تعال انت تقدر تسعى ماشي، لا انت ما تقدرش، لا انت اركب، لا انت امشي، ولا بالاشكال. ده طويل شويه، لا ده يسعى، لا ده قصير، لا ده يركب، لا مش حاجه اسمها كده. كل واحد يا سيدي الفاضل. وبعدين اذا انت وجدت بين ايدين مشقة ربنا بقى، هنا مفيش لا مجاملات ولا بتتجمل قدام حد ولا الكلام ده، كان في بينك واحد منك من لربنا سبحانه وتعالى. الله يسترك، كان في كتيبه النبي بعتها، كان كل شويه كده في كتايب بيسموها السريه، بتطلع بره المدينه زي حرس الحدود كده. سريه من السرايا في مهمه ما، واحد فيهم اتجرح. بعدين صبح لقى نفسه جنب، فبيقول لهم ايه؟ اتيمم، انا عيان وفي جرح في راسي. ايه يا عم ما انت زي الحصان. الناس بقى عندنا بتتطوع بالمعلومات. ما انت حلو اهو زي الفل. لا 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 نجد لك رخصه. ازاي تتيمم يعني؟ لا استخدم الميه. فاستخدم الماء، حصلت له مضاعفات شديده، مات الراجل. النبي عليه الصلاه والسلام قال قتلوه، قاتلهم الله. شفاء لاي سؤال، مش عارف اسال. طبعا ان سبحان الله، ده الواحد ربنا يشفي كل مريض. امين. لو تعب شويه يتني تعبان لحد ما يتصل بالدكتور المتخصص، اول ما الدكتور يقول له كلمتين صاحبنا بيحصل له ايه؟ بتطمئن نفسه. فعشان كده بنقول في الحج، بنقول للناس ما تاخدوش فتاوى من بعض، بنقول للحجاج ما تضيقوش على بعض. ما يجيش واحد يقول له ايه انت وضوءك اتنقض ما ينفعش الطواف. طب افرض بقى حضرتك اللي انت بتقوله ما ينفعش الطواف ده من ذوي الاعذار، يعني ذوي الاعذار يبقى مش هينفع له حاجه خالص بقى. يعني واحد مثلا هو مريض عنده مشكله في القولون، ده صاحب مرض، والمشقة تجلب التيسير، كل 10 دقايق وضوءه ينتقد. ده نعمل له ايه بقى حضرتك ان شاء الله؟ اقول له اتوضى وانزل طول. بس بيحصل، يحصل اللي يحصل. واحد عنده مشكلة في المثانة، ما عندوش عضلة مثانة، بينزل على طول، اقول له اتوضى وانزل طول. طب اصل انا حاسس ان فيه اعزكم الله مية بتنزل، اللي ينزل ينزل. لا واحد بقى من العوام يقول له لا ما ينفعش. اصل الطواف يلزم الطهارة، والوضوء. فلازم الوضوء. الوضوء ده للحالات السليمة، انما الحالات المرضية وما جعل ربنا سبحانه وتعالى هو العالم. والمشقة تجلب التيسير. فاللي ما باتش في منى في ايام التشريق، ليلة 1 ذي الحجة، ليلة 11 ذي الحجة، ليلة 12 ذي الحجة، اللي ما باتش في منى لعذر مقبول شرعا، نقول له خلاص يا حاج ما فيش مشكلة. واحد مريض، حد عنده السكر، وربنا يا ربنا يتقبل يا رب من يوكل كل حد بقى يرميله وخلاص الموضوع كده، ودي ما فيهاش اي مشكله، ربنا يتقبل. حكمه ربنا سبحانه وتعالى من الحج. يا سلام، والله هي حكم عظيمه جدا. انا هقول حاجه دلوقتي، احد اهم الحكم العظيمه والجليله اللي المشاهدين هيستغربوها. هيستغربوها. تعالوا نشوف ربنا قال لنا ليه نحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. أذن يا إبراهيم في الناس بالحج. فسيدنا إبراهيم وقف على جبل الصفا وقال أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فإحنا رحنا نقول لبيك اللهم لبيك. يأتوك رجالا، رجالا يعني مترجلين، يعني في اللي هيجي ماشي، وعلى كل ضامر، اللي ركب الناقة واللي ركب باخرة واللي ركب أوتوبيس واللي ركب طيارة وهكذا. يأتينا من كل فج عميق. ليه يا رب؟ قال ليشهدوا منافع لهم. حد يتخيل كده؟ حد يتخيل انه ربنا بيقول تعالوا حجوا في المقام الاول للمنافع؟
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. قدم المنافع على الذكر. وكأنه دي إشارة بنقول يا أنا عندي 3 مليون بيحجوا. 3 مليون 4 مليون الإحصاءات الرسمية غير الإحصائيات الرسمية. كان الله في عون إخواننا في المملكة العربية السعودية طبعا المقيمين اللي بيحجوا والزائرين اللي بيحجوا كله بيحج ويقولون طلعوا تصريح حج. ولا اللي بيطلع ممكن ده 10% اللي بيطلعوا تصريح حج. يعني الأعداد بتبقى فوق فظيعة طبعا مهولة طبعا. أهو القرآن بيقول احنا عاملين لكم مؤتمر عالمي استفيدوا ببعض استفيدوا بخبرات بعض. كل الأجناس بتيجي لهذه البقعة المباركة. ليه المسلمين ما يتكتفوش؟ ليه ما نبقاش على قلب رجل واحد؟ يعني ليه منطقتنا ما تبقاش؟ ربنا قال سبحانه وتعالى جل في علا إن هذه أمتكم أمة إيه؟ واحدة. تخيل يا مدام لميا لما تبقى في عيلة أسرة فيها دكتور ومهندس وبزنس رجل أعمال وشيخ ومحامي ومحاسب كل فيها كل المهن تخصصات ديت هيبقى عندها اكتفاء ذاتي ولا لا؟ طبعا مش هنطلع بره. حد سنته وجاء ابن عمك يا ابني دكتور اسنان تعال يا سيد اكشف على اخوك عبد الله صح ولا لا؟ طبعا هيبقى عندنا اكتفاء وهنفيد بعض. احنا كامه كلنا عندنا جميع التخصصات ولا لا؟ طبعا مليانه اموال ولا لا؟ ليه كلنا ما نتعاونش؟ صحيح. القرآن قال في المقام الأول تعالوا كلكم في الحتة دي. أنا عايز أسأل سؤال والله سبحانه كنت أتعجب الكعبة المسجد الحرام الصلاة فيها مدام لميا بمئة ألف صلاة على بعد 7 كيلو يعني 10 دقائق تبقى منى. بنقعد في منى يومين اثنين الحد الأدنى يومين أو ثلاثة. يعني ربنا بيقول اللي يومين ويتعجل ماشي واللي يقعد الثالث خير وبركة. تفتكر بنقعد ليه؟ احنا قاعدين في منى بنقعد تخيلوا نقعد 48 ساعة وشنا في وش بعض بنعمل ايه؟ بنعملش حاجة. ألا الصلاة بنصليها قصر يعني الظهر بنصليه ركعتين. ألا بنعمل ايه؟ والحكمة ايه؟ في اليوم كله بنعمل ايه؟ بنعملش حاجة غير ان احنا 10 دقايق نروح نرمي الجمرات ونيجي نقعد في منى وشنا في وش بعض. ألا طب اروح اصلي في الكعبة الصلاة ب100,000 ولا اصلي في منى هنا؟ قالك لا اقعد في منى بات في منى. ليه؟ عشان نتعارف على بعض ونتآلف عشان تتحقق الحكمة اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها. ليشهدوا منافع لهم. ياما ناس عملوا صفقات وشراكة بدأت من منى. ياما ناس اتعرفوا على بعض وتمت زيجات مباركة صحيح بدأت من صحيح. ولو عشرة ويبقوا فاكرين ومتذكرين كويس قوي ان هم اول لقاء ليهم كان في ذكرى جميلة زي ان هم يكونوا بيحجوا هم الاثنين. يبقى الهدف الأسمى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. ونعم بالله وربنا يكتبها لنا كلنا يا رب. كل سنة وحضرتك بألف خير يا فضيلة الشيخ. بشكرك جدا وأشوفك على خير إن شاء الله وحضرتك بألف خير. وعايز أقول إنه زي ما يعني في ناس موجودين في الحج وبنقدر ربنا سبحانه وتعالى الناس اللي موجودين هنا بقى وداخل عليهم العيد ولحم الضاني والدهون والأكل الكتير قوي والفتة والحاجات اللي كلها دسم. بكرة إن شاء الله هنقول لحضراتكم إزاي نقدر ناكل ونستمتع بسنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونخرجش من عيد وإحنا عندنا مشاكل ودهون كتير جدا في جسمنا. مع الأستاذ الدكتور ماجد زيتون بشكرك وأشوفك على خير بكرة إن شاء الله. السلام عليكم.